أمنيا وفي إطار محاربة الجريمة والمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي عمار بولاية عنابة من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض المتاجرة مع حجز 1314 قرصا مهلوسا، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج. وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار عن قضية حيازة وتخزين والحصول على المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع عن طريق التهريب باستعمال مركبة.